اعتبر الفنان اللبناني وائل جسار بتصريح لموقع الفن انه ما عم يفكر يفوت مجال التمثيل، بالرغم انه بعض المخرجين بيلاقوا فيه قدرات تمثيليه خلال تصوير الفيديو كليب، مثل المخرج اللبناني فادي حداد اللي نصحه بالتمثيل ودايما بيحكي عن قدراته التمثيليه. نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو مؤثر لاستقبالها لزوجة بطل الراليات القطري مبارك الهاجري وقت وصل على المطار، عبرت فيه عن اشتياقها له بعد سنة من ابتعادهم عن بعض بسبب فيروس كورونا، وحقق الفيديو انتشار كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نشر الفنان المصري إيهاب توفيق صورة إله مع النجم العالمي ستيفن سيغال على صفحته الخاصة وعلق عليها: لقاء مع النجم العالمي ستيفن سيغال، انبسطت بشوفتك اليوم. وحققت الصورة رواج كبير بين المتابعين اللي تسألوا إذا كان رح يجمعهم عمل فني. أثارت الممثلة المصرية هنا الزاهد جدل كبير بعد ما نشرت على صفحتها الخاصة فيديو إلها هي وعم ترقص بطريقة هستيرية على غنية ملطشة القلوب للفنان المصري مصطفى شوقي، وكانت مبسوطة بدرجة الحرارة المرتفعة بالقاهرة، ولبست هنا ملابس صيفية وعلقت على الفيديو إنه اشتاقت لفصل الصيف. أعلن الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد عن استقباله لمولوده اللي سماه زايد، وكتب فايز السعيد على صفحته الخاصة: اللهم لك الحمد والشكر، رزقني المولى عز وجل بمولود سميته زايد بن فايز السعيد. وتلقى فايز عدد كبير من التهاني من المتابعين. ربح الممثل التركي كرم بورسين جائزة أكثر ممثل معجب فيه الجمهور بحفل توزيع جوائز جامعة يلدز التقنية، وكان لكرم كلمة بالتكريم قال فيها: كانت سنة صعبة بسبب فيروس كورونا. وقت رجع كرم لمقعده استفزه المذيع وعلق، بيقول كرم إنه السنة الماضية كان عم يشتغل بظروف صعبة، بس كان ياخد أجر 120 ألف ليرة تركية عن كل حلقة، يعني 15,800 دولار أمريكي. ففاجأ كرم كل الموجودين وترك القاعة بدون ما يعلق على حكيو. كان معكم بموجز الفن علي صولي. لتعرفوا كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.